هلا حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير وين ما تكونون. بهذا الفيديو راح اعرض عليكم 5 تنسيقات خريفيه شتويه جميله من شيئن. اذا حابين تشوفون فيديوهات من هذا النوع لا تنسون تشتركون بالقناه وتضغطون على زر التنبيه علشان يوصلكم كل ما هو جديد من قناتي، وسووا لايك للفيديو وخلينا نبلش. طبعا قبل لا ابدا بالتنسيقات اللي انا سويتها من شيئن، بنهايه هذا الفيديو عندي لكم مفاجاه وايد 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 حلوه، فانتظروا هذه المفاجاه حق نهايه الفيديو. التنسيقات اللي حاولت اليوم اني اسويها انها بليمت محدود، يعني بميزانيه محدوده، شغلات بسيطه اسعارها كلش رخيصه لكن حلوه ومواكبه الستايلات اللي هالوقت. فخلينا نبدا من اول ستايل. الستايل الاول اللي هو اللي انا لابسته اليوم، هذا الستايل انا نزلت الصوره على الانستغرام ووايد بنات سالوني على الخاص من وين مشتريه هاي الملابس. طبعا هي من فوق لتحت كلها من شيئن، القبعه السويتر هو هذا لابسته، طبعا مثل ما انتم شايفينه الردانات مالته عريضه ويدفي، صحيح تشوفونه مثل خفيف لكن يدفي، والسويتر تكون قصيره مو وايد طويله، ونسقتها مع هذه التنورة. التنورة بعد لونها أسود من شيئن. الشيء المو حلو فيها إنها خفيفة، يعني لازم تلبسون شيء تحتها وتكون تمام. وايد حبيت، شفت الحين الستايلات الجاية اللي هو دائما ينسقون سويتر مع التنانير، يعني إذا عندكم أي لون تنورة تقدرون تلبسونها وتلبسون فوق هالسويتر. نجي للستايل الثاني. الستايل الثاني انا الصراحة هذا شفت الجاكيت عند صمود المؤمن، اذا انتم تعرفونها وانا اتابعها وايد وهي ممثلة كويتية، كانت منزلة صورة بالانستغرام وحبيت الستايل هذا الجاكيت. طبعا الجاكيت وايد حلو، القماشة مالته كلش ناعمة، اللون حلو تحسونه هذا اللون الوردي المترب، ما اعرف بس هذا اللون حلو انكم تلبسون تحته جينز مثل ما انا هسه لابسته او بنطلون ابيض، يعني يطلع شيء خيالي وايد حلو ومريح وطويل. وعلى فكرة كل القياسات اللي انا اليوم ما مستخدمتها اللي هي قياس سمول، عشان تشوفون انه قياس سمول ومع ذلك انه بيه عرض وبيه مساحة. ننتقل هسه للستايل رقم 3. مثل ما انتم شايفين هذه السويتر نسقتها مع نفس الجينز اللي هو الجينز الفاتح. هذه السويتر الحلو فيها انها طويله والاحلى انها تدفي، يعني كان يوم يعني شويه بي برد يعني خفيف، فلبستها وطلعت فيها وفجاه مطرت وصارت الدنيا بارده بارده، ما توقعت ان هذه السويتر راح تدفي مع ان القماشه مالتها خفيفه لكنها تدفي. الشغله الثانيه انها لونها بالصوره عند شيئن يختلف لما اجت، يعني لونها كان يمكن مبين هيك حليبي او بيج، بس هي اجت لي يعني من اجت لون البيج بس مختلف عن الصوره. انتم هسه روحوا شوفوها، راح احط كل الروابط حق هاي الملابس اسفل هذا الفيديو. بالنهايه اذا عجبكم شيء تضغطون على اللينكات تحت هذا الفيديو. ننتقل انا وياكم هسه على الستايل الرابع. الستايل الرابع هو فستان ومخمل، تقريبا هذا خليني اتاكد هو يا قياس سمول او اكس سمول، اكس سمول. فتخيلوا ان اكس سمول اوكي النوع مالته او هذا الفستان يكون عريض، يمكن في عنده كذا لون بس انا وايد عجبني اللي هو اللون الاخضر، كلش حلو يعني باللبس فعلا راقي، القماشه ثقيله، ينفع تلبسونه بالخريف وينفع تلبسونه بالشتاء، حق مناسبات ممكن مناسبات خفيفه تقدرون تلبسونه. اللي عجبني انكم مثل ما انتم شايفين في اللي هو مثل اللولو على الرقبه، وهذا الحزام الاسود موجود يجي مع الفستان. ايش رايكم انتو؟ عجبكم هذا الفستان ولا لا؟ الصراحة انا عجبني، وانتو تحبون قماشة المخمل ولا لا؟ كتبوا لي بالكومنت اذا تحبون قماشة المخمل ولا لا، هاي انا اول قماشة مخمل اشتريها بحياتي. نجي للتنسيق الخامس والاخير، هذا خليته من الملابس الخريفية اكثر، قريبة للشتاء على حسب الدولة اللي انتو فيها، لان قماشة الفستان ثقيلة، لونه كحلي كلش حلو، طالعة كأني قبطان فيه، وايد حلو الصراحة.
وايد حبيته، كلش مريح. ومثل ما انتم تشوفون الرقبة من فوق تجي مثل يعني تلفونها وتسوونها مثل الوردة، فوايد عجبني خصوصا الردانات ويجي على الجسم، فكلش حلو. وهسه عرضت عليكم تنسيقاتي الخمسة للخريف والشتاء، بليز كتبولي بالكومنت شنو التنسيقات اللي عجبتكم، شنو اكثر قطعة عجبتكم وليش. هسه راح نجي لموعد المسابقة. المسابقة لليوم مو بس انا اشتريت ملابس الخريف والشتاء وانتم قاعد تشوفوني، فعلشان كذي راح اسوي مسابقة قيمتها $100. البنت اللي راح تربحها تقدرين تشترين من شي أنت تسوقين، لاني انا ما اعرف قياساتكم شو راح تكون، فما راح اقدر اعطيكم هدية الملابس، فراح ادزلكم مبلغ قيمته $100 تشترون بيه ملابس الخريف للشتاء. المسابقة هي كلش بسيطة، انكم بس تشتركون بالقناة، تحطون كومنت الايميل مالتكم، وتشاركون هذا الفيديو مع بنات اثنين، ولازم انهم يشتركون بالقناة، بس كلش بسيطة. والشي الاخير انكم تشتركون بالانستغرام، لان راح اسوي السحب على الانستغرام الستوري مالتي. سو مثل ما قلت لكم المسابقة كلش بسيطة، انكم تشتركون بالقناة، تسوون لايك، وتكتبون ايميلكم علشان اتواصل معاكم بالكومنت للفايزة، وتشاركون هذا الفيديو حق شخصين انهم يشتركون بالقناة. وايد متحمسة اني اقرا تعليقاتكم وشنو الشيء اللي عجبكم من هذا التنسيقات اللي انا سويتها اليوم. اذا عندكم اي استفسار او اي سؤال تقدرون تحطونه بعد بالكومنت، او تقدرون تكلموني بحسابي الانستغرام، وراح اخلي لينك الانستغرام مالتي اسفل هذا الفيديو بعد. وهسه وصلت انا وياكم لنهاية هذا الفيديو. اذا حبيتوا فيديوهات من هذا النوع كتبوا لي بعد بالكومنت، واذا عندكم اي افكار ثانيه حق مواضيع ثانيه بعد كتبوها بالكومنت، وراح ارد على كل شخص فيكم. دمتم في امان الله، كانت معاكم زهراء، باي باي.